الزمالك دلوقتي مستواه ارتفع بشكل كبير، غير ان في انسجام بقى واضح في الفريق خلال الفتره اللي فاتت. الفريق كسب كل مباريات الدوري، سواء في دوري المرتبط او الدورتين المجمعتين او ماتشين الطيران في دور ال 16، الانسجام واضح. السنه اللي فاتت كان في مباريات بتكسبها بالعافيه او بتتلقى فيها هزيمه، برغم انهم فرق، كامل احترامي طبعا لكل فرق الدوري، ولكن فرق لا، مش الزمالك ابدا اللي يخسر منها، يعني ده مش طبيعي. فالفتره دي بصراحه انا شايفه ان اولادنا لا، بينزلوا يلعبوا كل مباراه بمستواهم، وحط مليون خط تحت كلمه انك تنزل المباراه تلعب بمستواك مش بمستوى الفرقه اللي قدامك، مع كامل احترامي وتقديري لكل فرق الدوري. لكن انا النهارده علشان انزل العب بمستوى الفرقه اللي قدامي يبقى انا مستواي هيتراجع، لا مش المفروض اعمل كده، لان وارد ان انت تلعب بمستوى الفرقه اللي قدامك، زي ما يقول لك ايه بلغه الرياضه، يا عم ادي الماتش على قده، ادي كل مباراه على قدها. ده فكر خاطئ تماما. ادي كل مباراة على قد مستواك انت. لما تدي كل مباراة على قدها وارد انك تكون المباراة عرضة للمفاجآت، عرضة للمفاجآت التي يمكن تعوضها وعرضة للمفاجآت التي لا يمكن تعوضها. المباراة تخلص وفجأة ايه ده، انا خسرت من فرقة كذا ولا فرقة كذا، فرق ما ينفعش الزمالك يخسر منها. فده انا شايفاه السيزن ده ان هو لا مختلف، اللعيبه بتنزل تلعب بمستواها مش بمستوى الفرق اللي بتلعبها. اللي عايزه اقوله ان الفوارق اللي كانت حاصله في السنتين اللي فاتوا خلاص ما بقتش موجوده، كل الفرق كمان متساويه. انت عندك توليفه محترمه جدا 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 ما بين الخبرات، متوسط الاعمار، الشباب الصغير، وده مهم. لو عندك فرقه ما فيهاش خبرات يبقى انت عندك مشكله. لو عندك فرقه ما فيهاش متوسط اعمار اللي هو همزه الوصل ما بين الشباب الصغير والخبرات، هيبقى عندك مشكله. لو عندك فرقه ما فيهاش شباب صغير يقدر ان هو في اوقات كتيره جدا في السيزون بيكون عندك ماتشات ممكن تلعب بالشباب الصغير ده، ممكن في اوقات من المباريات تنزله بدنيا هو اسرع اقوى، يعرف يلعب على فرق معينه، يريح اللعيبه الكبيره او اللعيبه متوسطه الاعمار في اوقات معينه، يكون فيها نجوم اصلا بتعتمد عليهم بشكل كبير، فيمثلوا بالنسبه لك فارق، بان هو كل ما الاعمار بتصغر كل ما البدني بيعلى، دي برضو نسبه وتناسب. فانا النهارده يبقى عندي لعيب نجم زي ما كان عندنا مهاب ياسر، عنده 19 سنه وهو احد الركائز الاساسيه في الفريق، ده بيبقى حلو جدا. الراجل بدنيا في التوب فورم 19 سنه وفي نفس الوقت لعيب نجم في الفرقة، فحبذا يعني، ده حاجة حلوة جدا جدا. فلما يبقى عندك التوليفة دي وعندك كل الأعمار أو الثلاث فئات، سواء شباب صغير سواء متوسط أعمار سواء خبرات، انت الدنيا عندك هتبقى أحسن حاجة بإذن الله. والأهم انك عندك روتيشن بيديك الأريحية في ماتشات كتير جدا، ان انا قادر أغير. انت كده على الطريق السليم.